بيت الشيطان أو رمي الجمرات. راح نشوف هنا أول شيء بيت الشيطان. تشوفون بالبداية كيف كان. هذا هو بيت الشيطان. هنا نلاحظ دعاية الكوكاكولا موجودة. وتشوفون مع تطور الزمن مع المادة اللي صارت للدولة السعودية صارت تطور بها وسوت له بناء ضخم وصار كأنه شخص يعبد. يعني تشوف هاي الصورة الأخرى تشوف المبنى الشيطان صار عالي جدا وصار متابعي كثار. هذا المكان اللي يرموا فيها الأحجار. في حلقة سابقة قلت لكم في مكنة تشفط الحجر كله ويرجعوا يرجعون نفس المكان، يعني تدوير للحجر يسوون، يعني على أساس أنه يوقع الحجر ويرجعوا مرة ثانية يرمون عليه. شوف كيف عظموا بيت الشيطان وكبروا، ومئات المغفلين اللي يرمون البيت الشيطان. طبعا حط التضخيم اللي صار مع الـ مع الـ مع الوقت صار بيت الشيطان كبير، ومع الوقت صار بيت الشيطان له اهتمام أكبر وصار كنوع من العبادة. يعني كأنك أنت جاي تعبد الشيطان لما ترمي الحجر، كأنه أنت أنا أعتبره نوع من العبادة. يعني الحج ما ينحسب لك إذا ما ترمي بيت الشيطان. هو قاعد والمقام تبعه عم يكبر يوم عن يوم ومستريح في بيته الجديد. يعني طبعا على ذكر الشيطان في نكتة نسمع عن أعرفها عن الشيطان. يقول لك ثلاثة معاقين من ضمن الأشخاص جوا يرموا بيت الشيطان الجمرات، يعني يرموا عليه. يعني فشاف استغرب، شاف ثلاث أشخاص، واحد مقعد على عربة والآخر مقطوعة إيده، يعني إيد من أيديه مقطوعة، والثالث أعمى. فسأل كل واحد، قال سأل الأعمى قال أنت ليش يعني شلون صرت أعمى، يعني مرض ولا شنو؟ قال هاي من ولادتي، أمر الله، شو نسوي يعني، هذا أمر الله يعني. فرجع سأل اللي مقطوع إيده قال له كيف انقطعت إيدك؟ قال له إيدي ما مقطوعة، أنا مولود بإيد واحدة يعني عاقة. قال له شو نسوي، أمر الله يعني. فالثالث سأل أنت ليش معاق يعني ما تقدر تمشي؟ فقال له شو نسوي، هذا كله أمر الله. قال الشيطان رد عليهم قال يا أولادين الكلب، إذا كل اللي عملوا فيكم هو الله تجون ترموا عليه الحجر، روحوا ذاك الكعبة قدامكم ارموا عليه الحجر، مدام الله عمل فيكم ليش جايين علي ترموا الحجر؟ يعني أنا ما عملت لكم شيء، يعني مولودين بالمرض يعني.